ده سر من اسراري. كده كده انا مش عايزه الخلطه، انا عايزه اقعد على الكيس. كيس ليه؟ وانا قابله حاميها حراميها. تقفلي لي الخزنه دي وترمي المفتاح في البحر وتثبتي لي ولاك الاول. نيو واجي المفتاح بيعرفي بقى افتحها ازاي. شغلتك انت بالذات بقى تراقبي الزبائن، مش غريبه عليك. السلام، ده انت جيتي لي في لعبتي بقى. يا بنت انت بتقولي انت بتشتغلي مع الشيف حنه، مش عاجبك ولا ايه؟ لا اله الا الله، انا ماشيه. نيو ايه يا حنه؟ في ايه؟ مالك متضايقه ليه؟ ماسكه البنات بتكدريها ليه؟ مطلعين عيني يا اخويا وعايزين يعرفوا سر الخلطه بتاعتي. لا اوعي، ده انت الشيف حنه. ايوه. امال فين ديحه؟ ديحه ديحه دي بقت رمز النكد بعيد عنك. يا نهار اسود، من ساعة لما اتجوز بقى لها 28 يوم ما رقصتليش، حتى ضحكتها الرخيصة ما سمعتهاش. ده أنا من ساعة لما اتجوزتها وأنا إيه؟ إيه وأنا أسعد مخلوق في الدنيا، مش صح يا نصار؟ أنت لسه بتقول لي كده حالا وأنا شاهد. والله لقيت اللي لمتك واتجوزتها خلصت، أنت كنت تسألني وإحنا ننصحوه. كنت هتنصحه بإيه بقى إن شاء الله؟ ولا حاجة، أقول له إن الجواز ده أحسن حاجة في الدنيا، ده أنا من كتر حبي للجواز نفسي نتجوز تاني. إيه؟ يعني عليا النعمة إن قطع رقبتك يوم الصباحية. ولو كنت بقدر أحب تاني أحبك أنت يا حنة الصغيرة. إيه؟ سلمي على عمك يا بنت. حبيبتي حبيبتي، الله الله الله، خدي خدي عشان ورانا شغل. تعال صار تعال شغل يعني في الليل. تعال خليعة شد. أولاً بحييكي على اختيارك البنفسج، لايق على وشك جداً. شكراً يا عاطر. عفوا شادي. إيه بقى شوشة؟ مش ناوي تحني بقى؟ خلاص سامعي بقى، وكأننا بنتعرف على بعض من أول وجديد. أنا عاطف، أنت مين؟ سامحك والله يا عاطف، بس خلاص ما عادش ينفع. لا ينفع يا شادي. إيه يا عاطف؟ معلش، لا ينفع يا شادي، يا ليه ما ينفعش؟ ده أنا إمبارح علمت بيكي. علمت بإيه؟ ما أنا كنت نايم ما شفتش الحلم، بس قمت مرتاح وحسيت إنك هترجعي لي. ارجعي لي بقى يا شادي خلاص. معلش يا عاطف، خلينا كده أحسن. أنا مرتاحة وأنت مرتاح. وأنا مش مرتاح، أنا تعبان جدا، بس أنا كاتم عامل فيها إن أنا جامد وأنا مش جامد ولا حاجة. معلش بقى يا أخويا، بكرة ترتاح. أخويا برضه، ماشي ماشي يا شادي، اتفضلي يا شادي شوفي شغلك، اتفضل. عاطف. إيه ده خاطر؟ إيه أنا مخدود كده ليه؟ ما إحنا مع بعض من الصبح. آه معلش. بص يا عاطف، إحنا حبيناك وبقيت زي أخونا. شيلي ايدك. امال ايه حبيناك دي؟ موضوع شاديه ده تنساه خالص، ها؟ تطلعه من دماغك ويلا روح شوف شغل. لا انت فهمت غلط، شاديه ايه؟ ده انا كنت بسالها يعني هل السمك المشوي لو اتقلى يبقى حرام ولا ايه؟ باين ان انا بكذب؟ منك لله يا شاديه، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا عاطف ايه ده خيط؟ خيط انت بتخض ليه كده؟ معلش. بص انا مش خيط، انا نصار، فتح عينك كويس. ماشي. ما تسمعش كلام اخويا خضر، طالما بتحبها بحبها يبقى استقتل عليها. استقتل يا صالح لصالحها، خليك ناشف. ايوه كده ايوه كده. وهقول لك على حاجه، اللي بيجيب النسوان الزن زن 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 زن. بس ايه؟ انا عندي فكره. ايه؟ انا افضل ازن ازن كده انا تمام. انت تمام يا عاطف؟ تعال يا عاطف، تعال تعال. ايه واقف فيه؟ الحق ضحكت. ايه ضحكت؟ يعني قلبها مال. يلا يا عم عمرو يا جهاد. ازيك يا دينا؟ انا كنت عايزه اتكلم معاك. وانا مش عايزه اتكلم معاكي. ليه كده يا سب؟ بقي وجعني. طب على راحتك يا سب. في ايه في ايه؟ كل حاجه تاخديها كد كده، عايزه ايه؟ كنت عايزه اقول لك ان انا اتغيرت كتير قوي عن زمان. اتغيرتي ايه يا دينا؟ اتغيرتي ايه؟ ده انت ترند مصر كلها. ده نفس ما اتفرج على صورك على السوشيال ميديا. طب ايه يعني افتحوا لايف ولا ايه؟ يبقى نفتحوا لايف. احلى لايف ده ولا ايه يا جدعان؟ وحشتني ولا فارس؟ ما وحشتنيش ولا ما وحشتنيش. فين الفلوس اللي عليك؟ يا ولد بطل لماضه. عشت الكمباوند ما غيرتكش يالا. ازيك يا مرات بيه؟ ازيك يا نصر؟ ازيك يا مدام يسرى؟ يا نصر الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا رب. مش عارف اقول لك ايه يا مرات بيه، بس يعني ما عنديش كلمه نقولها لك غير شكرا.
شكرا على واجب يا نصار، بس قول لي انت كسبت ازاي وانتوا لسه بتعملوا افتتاح؟ انا اللي اقول لك، انا قعدت ادوره كده ايه واحده 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 لغايه ما ربنا جبر بخاطرنا قلنا نعمله افتتاح كبير قوي بقى ان شاء الله. ما اللي بيبدا كبير بيعيش طول عمره كبير يا رب. ايه يلا اتفضل 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 يا باشا، اتفضل يا مدام ياس، خش يلا. يا جرى لك ايه يا رشدوتسي؟ انت مش واخد بالك جلابيه اسفريكه وورد اخضريكه عامله لك كل الحلويات دي وانت مش شايفني؟ شكلك ان وانا شايف حد غيرك يا ورده عمري انت. طب شد حيلك كده وانجاجيه وقول يا ارض انهدي ما عليكي ادي. يا ارض انهدي ما عليكي ادي. يا ارض انهدي ما عليكي ادي. انا عزمت صحابي على الافتتاح النهارده وهيعملوا لنا دعايه على السوشيال ميديا بتاعتهم وهنبقى اشهر مطعم فيكي يا اسكندريه. سمر فيكي العالم يا بنت حلاوتك. لا تبقى تاخديني صوره بقى مع الشيف حلنا. شهر يا ولاد هموت. نعم خديني لفه كده، شيليني لفافين على الترابيزات. لا عندي ديسك يا اختي. بني بقى نصار عامل ابو ايه ده غريب يعني لابس كحلي. ربنا تاب عليا وبيت الكحلي. تعالى كحلي. الله يرحمك يا اما اتخطفت، مش كانت حضرت معانا يوم حلو زي ده؟ دعي لها بالرحمه خير. الله يرحمها. بقول لك ايه يا نصار؟ ايه؟ ما تيجوا كده نطلعوا طالعه من بتوعنا بتاعت زمان عشان نفتح الفرع التاني اوام اوام. صلى على النبي في قلبك يا خضر. الفرع التاني على رمضان اللي جاي ان شاء الله. منورين. بوركو بوركو. السمكه الحلاله اهي، السمكه الحلاله اهي.